تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ما ياخدوش من الإسلام إلا وأطيعوا وأولي الأمر، أطيعوا أولي الأمر. طب ما تكون أطيعوا الله الأول وأطيعوا الرسول. إشمعنى دي يعني إشمعنى دي اللي باينة قوي عندك؟ إشمعنى دي اللي باينة عندك ليه؟ كل ما يجي يقول لك وأولي الأمر وأطيعوا الأمر. يا شيخ قول له كمان افهم، الله لم يجعل لولي الأمر طاعة مستقلة. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بل قال وأولي الأمر من دون أن يكرر الطاعة، ليدل على أن طاعة ولي الأمر من باطن طاعة الله وطاعته. لا نريد تلفيقا، خذوا الإسلام كله كله إيه، هاتوها من أصرها وخذوا الإسلام كده كله إيه، كله واحد.